انا جبت دجاج عادي، ايش سويت؟ حطيته نفس ما هو بالطنجرة، نفس ما هو الجاجي كلياتها حطيتها وين؟ بالطنجرة بعظمها. ليش؟ لأن أنا بدي أخذ الفليفر تبعت العظم، العظم دايما بيعطي دسامة كتير زاكية بالأكل. سو جبت الجاج نفس ما هو حطيته بالطنجرة، مي، شلت الزفر اللي على الوجه. تمام. بعدين ايش سويت؟ نزلت عليها البهارات تبعتنا، أو اللي هي الهيل، ورق الغار، أي مطيبات اللي انتم بدكم إياها. تمام. ليش؟ عشان نضرب عصفورين بحجر. العصفور الأول أنه أنا إذا أنا ما بعرف أسحب الجاجة، سو أنا بعد ما أستويها وأخلصها إيش ممكن أعمل؟ بمسك العظم وبعملها هيك، إيش بصير فيها؟ تتفسخ لحالها، تروح سريع سريع. تاني شغلة، الفليفر بكون كتير، أو النكهة بتكون كتير أزكى، كتير أزكى لما تكون مع عظم. ليش؟ لأنه الفليفر كليته بيطلع من العظم. البصل واحد من أهم الأشياء اللي كتير بتأثر به، اللي هو المسخن. ليش؟ لأنه فياته حلاوة. الحلاوة تبعت البصل مع الحموضة تبعت السماق لما تيجي تاكلها، ونكهة زيت الزيتون والملح والفلفل والبهارات والحبشتكنات، إيش بيطلع معنا؟ بيطلع معنا قنبلة. حطينا اللي هو البصل ما والجاج، البصل والدجاج. أوكي. دبلناهم كلياتهم مع بعض. راح انزل شوي صغيره من زيت الزيتون. كل ما كان زيت الزيتون طازه كل ما كان ازكى. ترى انا شيف ستيوارد رهيب والله. شيف ستيوارد اي بدي شيء بدك اياه انا جاهز والله. كويس يعني شيف ستيوارد بضل يضحك علي. شيف نضال بقول لي انت شيف ستيوارد. اوكي هذا يضحك عليك. صراحه بس عجبني الاسم صراحه هو اهم شيء بالحياه صراحه. شيف ستيوارد والله اهم شيء بالحياه. انا شيف ستيوارد. طيب نزلنا زيت الزيتون، بعد هيك نزلنا السماق، راح انزل عليها هلا بالعاده البهارات اللي احنا بنستخدمها بالعاده، غير عن البهارات اللي انا راح استخدمهم اليوم. انا حاطط عندي هون ينسون شوي صغير. انت هسه حطيت هيل هذاك؟ لا هذا مش هيل. العاده لا، الهيل مع السلق. الهيل مع السلق هناك. هاي بهارات مشكله انا راح احكي لهم عنها هلا. ممتاز. انا عندي ينسون، عندي هون اللي هو شومر شوي صغيره، بيعطي نكهه كثير لطيفه. جربوا جربوا، ما تيجي تحكوا لي انه اسمع شومر بتحط معها ينسون. لا شرطه المسخن، لا شوي اليوم بيتفرجوا على الطريق. ممتاز. ايوه خلص شرطه المسخن يتفرجوا على طريقه الشيف. وعندنا هون اللي هي الكزبره. تمام. بعد هيك الاختياري ايش صار معنا؟ احنا صارت الخلطه تبعتنا كلياتها جاهزه. بعد ما صارت كلياتها جاهزه ايش سوينا هون؟ عندنا جبنا اللي هو خبز الشراك. خبز الشراك كل ما كان بلدي كل ما كان ازكى. ليش؟ لانه لو كان تجاري راح يكون كثير رقيق. لما يكون كثير رقيق ما بتدخله على الفرن اللي هو ايش؟ هالط. هالط على الاخر. سو كل ما كان بلدي كل ما كان احسن، مش كثير رقيق ومش كثير خميل. يعني حل. البلدي 100% راح يطلع ظابط 100% للوصفه تبعتنا. طيب شو بنسوي احنا؟ راح ناخذ شوي صغيره، راح نحطها بالخبزه. وبعد ما نحطها بالخبزه ايش راح نسوي؟ راح نبلش نحطها ونعطيها لفه. طيب شايفين انا عندي هون اخذت الاطراف، بعد ما اخذت الاطراف راح اجي على النص وايش اسوي؟ اضغطها شوي صغيره. طلعوا عندي هون ايش بسوي؟ بسحب بعدين بشد. بلف وبشد، بلف وبشد، بلف وبشد، بلف وبشد، بلف وبشد، لحد ما يصير معي بهذا الشكل. لما يصير معي بهذا الشكل ايش بضل؟ المثلث هذا. المثلث هذا ايش بسوي فيه؟ بمسكه بحطه تحت هيك وبحطها على الصينيه اللي بدي ادخلها وين؟ عشان يمسك على الفرن. عليها على اساس اول ما تدخل على الفرن لما يطلع منها المواد الرطبه او المي من الهاي ايش راح يصير فيها؟ راح تيبس. فلما تيبس وهي فوق ايش راح يصير فيها؟ راح يصير منظرها عاطل. صح. هلا الشيء اللي راح نعمله، راح نجيب زيت زيتون. ليش زيت الزيتون راح نحطه؟ كل لانه مسخن. اوكي لانه مسخن. لانه مسخن بنفس الوقت لو دخلناها نفسها على الفرن ما راح تعطينا الكريسبي المضبوط. فاحنا راح نحط عشان شغلتين، الشغله الاولى فليفر نكهه كثير ازكى. بنفس الوقت راح يتشرب الخبز زيت الزيتون وراح يتحمص كلياته مع بعض. اوكي سو اتليست بصير كل الاستواء مع بعض. بسم الله. يفضل انه ينحط وين؟ بالنص. على اساس انت مشغل هون من فوق ومن تحت ولا من فوق بس؟ من فوق ومن تحت. يس من فوق ومن تحت مع المروحه. طيب هي طفينا المروحه كيف هيك؟ والله فنان. امورك 100% والله صحيح؟ يعني روعه. الله شايفين اللون يعني. اذا بنيجي عشان تشوفوا الصوت، شايفين كلياته كريسبي على الاخر. يعني شايفين اذا بنيجي بنطلع هون عشان تتعلموا برضو، الطرف تبعه شوي محروق. ليش؟ لانه طبقه واحده. لانه طبقه واحده، فمع الحراره ايش بيصير فيه؟ بيتقحمش على السريع. بس اذا كان اكثر من طبقه وتشز الشيء اللي احنا عملناه فهو راح يكون بهذا الشكل.